أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي خط التماس. لا يترك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بابا إلا ويطرقه، فمن الحلقات البيتية مرورا بالأسواق الشعبية حتى ملاعب كرة القدم. يوظف نتنياهو كل الوسائل من أجل كسب الأصوات والفوز بالانتخابات الإسرائيلية. وقد أثارت زيارة نتنياهو إلى ملعب تيدي في لقاء جمع بيتار القدس وهابوعيل تل أبيب ردود فعل مختلفة. فبيتار يمثل القوى اليمينية في إسرائيل ويرفض فكرة مشاركة لاعبين عرب في النادي، بالإضافة إلى أن المباراة ضد هابوعيل تل أبيب تجسد صراعا سياسيا بين الليكود وحزب ماباي عفوا السابق. فهل قصد نتنياهو هذه المباراة من أجل كسب أصوات داخل معسكر اليمين؟ حول هذا الموضوع ينضم إلي هنا مراسل آي 24 نيوز مروان عثامة. أهلا ومرحبا بك. بداية، يعني نتنياهو يطرق جميع الأبواب عند العرب، عند اليهود، داخل اليمين، داخل اليسار، وفي شتى المدن المختلفة، ولكن اللافت في هذا الأسبوع كانت زيارته إلى مباراة بيتار القدس وضد هابوعيل تل أبيب. هل فعلا توظيف الرياضة في هذه المرحلة قد يساعد نتنياهو أيضا؟ بالفعل أدهم، لنبدأ من النقطة الأساسية الاستراتيجية التي يتبعها نتنياهو في حملته الانتخابية الحالية، وهي التواصل المباشر مع أكثر ما يمكن من الناس، وبالتالي مشجعي كرة القدم المحروقين والمباريات البارزة والمهمة والفرق كفريق بيتار القدس الذي يمثل مدينة القدس بداية، لكنه يمثل أيضا اليمين الإسرائيلي بشكل عام. فتواجده هناك هو تواجد في المكان المناسب في التوقيت المناسب، واستغلال جيد لنفس الاستراتيجية التي يتبعها بالتواجد بشتى الأماكن والتواصل المباشر. هذا بعكس الانتخابات السابقة التي كانت، حيث شهدنا الكثير من الرسائل المصورة عبر الأفلام القصيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. هذا المرة هو التواصل مباشر. نتنياهو يراهن على أن التواصل المباشر مع الشارع يمكنه أن يكسبه المزيد من الأصوات، وبالتالي يعزز من صفوف الليكود والترجيح كافة الانتخابات لصالح الليكود. كيف يمكن فعل ذلك ونحن نشاهد أن هناك ازدواجية على الأقل في التفكير وأيضا في الاستراتيجية الانتخابية؟ أولا، هو يزور فريق بيتار القدس وأيضا يرتدي قميص هذا النادي ويشجع فريق بيتار القدس المعروف على أنه ضد العرب أو ضد مشاركات لاعبين عرب في صف هذا النادي. في المقابل يقوم أيضا بإدلاء تصريحات ضد القائمة المشتركة على أن حزب الليكود هو الحزب الذي أعطى أكثر ميزانيات للمجتمع العربي في إسرائيل. كيف ممكن وصف ذلك؟ لنعد بداية عودة مرة أخرى للاستراتيجية وللتكتيك. الاستراتيجية هي واحدة، التواصل مع الناس بشكل مباشر سواء عبر وسائل الإعلام أو حتى التواجد المباشر في داخل، في إن كان في مباراة كرة القدم كما شاهدناها بين بيتار وهابوعيل القدس، أو إجراء المقابلات الصحفية مع وسائل الإعلام الإسرائيلية العربية في إسرائيل. بالتالي نتنياهو يحاول إرسال رسالة من خلالها، يحاول استغلال كافة المنابر التي يمكن وباعتقاده أن تكسبه الأصوات. هذا هي المحصلة النهائية التي يبحث عنها نتنياهو بغض النظر عن الوسيلة. لكن في قضية أن التكتيك يختلف، هو تواجد في بيتار ليبث رسالة لدى جمهور الفريق على فكرة شخص. يعني فقط نذكر، يعني مروان، في السابق عندما فاز فريق بيتار القدس ببطولة الدوري الإسرائيلي عام 99 كان ذلك أيضا عندما اعتلى المنصة وكانت هناك هتافات ضد العرب أو الموت للعرب، هناك من انتقد نتنياهو. اليوم لربما قد يعود هذا السيناريو، علما أنه يعني نشاهد أن رئيس الحكومة يزور هذا الملعب وأيضا هناك صراع آخر هابوعيل تل أبيب. بالفعل هابوعيل تل أبيب هو يمثل الشق الثاني من الخارطة السياسية الإسرائيلية، اليسار وحتى المركز بألوانه باللونه الأحمر واللون العمالي وما إلى ذلك، ويمثل حزب العمل بطبيعة الحال، ويمثل البرجوازية التل أبيبية ومركز البلاد، بعكس ما يمثله بيتار أيضا من الطبقات المهمشة والمسحوقة والتي يحاول نتنياهو كسب أصواتها وإرضائها. بالتالي هنالك أيضا صراع قوى، نشاهد صراع القوى يحاول بث رسائل من خلال الطبقات الإسرائيلية للشرائح اليهود الشرقيين بالأساس مقابل اليهود الغربيين الذين يدعمون هابوعيل تل أبيب ومدينة تل أبيب ضد مدينة القدس وما إلى ذلك. هي أيضا موضوع، بالتالي هي قضية التكتيكات التي يتبعها بحيث يحاول من خلالها أيضا كسب الأصوات. لا يستبعد أي حيلة نتنياهو
نتنياهو لممارستها من أجل كسب المصلحة. وهل توظيف الرياضة في السياسة وتحديدا كرة القدم هي الأكثر شعبية، كرة القدم الأكثر شعبية أو الرياضة الأكثر شعبية، هل فعلا هي تستطيع أيضا أن تعيد الرصيد في الانتخابات؟ يعني عندما نشاهد على سبيل المثال نتنياهو أو سابقة في السابق كان هناك إيهود أولميرت، أو إذا كان هناك رئيس الدولة أيضا روفين ريفلين الذي أسس فريق بيتر القدس، وأيضا أحمد الطيبي الذي وظف فريق اتحاد أبناء سخنين أو يستغل هذا الحظ. نعم، هل فعلا تساعد مثل هذه القضية أو الارتباط من قبل السياسيين بفرق كرة القدم بازدياد أو رفع الشعبية؟ بالفعل بالفعل. لنبدأ من الموضوع أن رجال الساسة أيضا هم بشر ولديهم مشاعر، وأيضا من يتابعون الرياضة وباهتمام زاد ويشجعون ومشجعين محروقين على بعض الفرق، وهنالك بعض السياسيين كنتنياهو الذي يحاول توظيف هذه المعركة الرياضية لأهداف سياسية. بالتالي لعبة كرة القدم كما أسلفت هي أحد اللعب الأكثر شعبية في العالم. أي سياسي محنك في سواء على صعيد الإسرائيلي أو على صعيد العالم الذي يود الاقتراب من الجماهير أقرب ما يمكن ويكون على تواصل مباشر يحضر لعب كرة القدم. هذا ممكن شهادته أيضا في لعب سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية، ممكن النظر لبطولة أندية أوروبا وما إلى ذلك وحضور الساسة هناك. مروان، يعني هناك نقطة لافتة في هذه الانتخابات أو قبل الانتخابات الثالثة في إسرائيل، وهي توظيف الجميع. يعني على سبيل المثال نشاهد ميري ريجيف تدخل غرفة الملابس في منتخب إسرائيل، تستغل كوزيرة الرياضة والثقافة فوز أو نجاح المنتخب في بعض الحالات من أجل أيضا إعادة ذلك إلى الوزارة. نشاهد أيضا توظيف قوي من قبل وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنت للعديد من الأنشطة الأمنية أو الهجمات، ويتم أيضا التباهي بذلك، وهذا لم يكن في إسرائيل في السابق. بالفعل إذا ما تحدثنا وسبب وجود الحكومة اليمينية بتركيبتها المختلفة على رأسها الليكود خلال العشر سنوات الماضية، شهدنا أو كنا شاهدين على الكثير من الأفعال السياسية التي استغلت المنابر الرياضية على اختلافها في إسرائيل وخارج إسرائيل، بالأساس كرة القدم، لتوصيل رسائل من خلالها. مختلف الوزراء يحاولون إرسال رسالة بث روح القائد كما تسمى. ما يريد نتنياهو، هنالك عدد من الوزراء الذين يتابعون أو ينفذون استراتيجيات بحذافيرة، منهم ميري ريجيف بشكل صارخ جدا التي تنفذ دون تفكير، تنفذ فقط دون تفكير، وتحاول إرسال الرسائل بشكل حتى مبالغ به وبشكل لربما بمزدوجين بشكل مقرف. بالتالي التحريض ضد العرب ضد الجماهير العربية هو الوينر تيكت في هذه المعادلة، فبالتالي هذا أفضل تيكت أو أفضل تذكرة ممكن أن تسوقها مقابل الجماهير التي تحاول. تصريحات للمجتمع اليهودي أو المجتمع الإسرائيلي شيء، وداخل المجتمع العربي تتباهى أنها دعمت وساعدت وأعطت الميزانيات من أجل بناء ملاعب وأيضا ساحات لكرة القدم وملاعب رياضية مختلفة. ولكن مروان، يعني هناك تصريح آخر للنائب أيمن عود رئيس القائمة المشتركة، وهو يقول أنا أريد أن أكون وزيرا للثقافة والرياضة. هل هو رد على ما يحدث مع ميري ريجيف من تصريحات أو إلى آخره، أو فعلا نحن بصدد أن نرى وزيرا عربيا من القائمة المشتركة بعد الثاني من أذار؟ بداية وزير عربي هو في مستبعد على الأقل في هذه المرحلة من الانتخابات، وما بعد التشكيلة لا توجد انتخابات حتى الآن، وبالتالي لم تفرز النتائج أي شيء الذي يمكن بناء عليه أي شيء. بالتالي إذا كان هذا الحلم الرطب لأيمن عودي فصحتين هنيئا له، لكن في الموضوع نفسه بطبيعة الحال ممكن لأيمن عودي وهو قارئ نهم بالمناسبة ومطلع ومثقف لآخر درجة، مقابل السيدة العسكرية ذات الخلفية العسكرية التي لا تفقه شيئا لا في الأدب ولا في الثقافة ولا حتى في السياسة، لكنها تنفذ أجندات سياسية التي يرسمها بالأساس نتنياهو ومعدو المخططات السياسية الإسرائيلية، وهي الثم الثرثار الذي يحاول تسويق هذه الرسالة. بالتالي أيمن عودي إذا ما توظف ومسك بطبيعة الحال وزارة الثقافة، فبطبيعة الحال هو سوف ينفذ أجندة مغايرة تماما لما تقوم به ميري ريجيف وتسوقه. نعم، يعني دائما نتحدث في برنامج خط التماس مروان عن إقحام السياسة بالرياضة والرياضة بالسياسة، وهذه المرة أقحمتك في الرياضة، يعني كيف كان ذلك؟ بطبيعة الحال هو موضوع ليس ببعيد، كما هي الأمور تختلط وتتخلط
تدخل تتداخل في بعضها البعض، فهو لا يوجد فصل تام ما بين الرياضة وما بين ما بين السياسة. وتحديداً التواجد وتحديداً في إسرائيل الصحفي مروان عثمان مراسل آي 24 نيوز، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.